لعلك قائلا يقول أنه طيب ليش ما يجي في القرآن؟ لماذا لم يأتي في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يقول الأئمة فلان وفلان وفلان؟ طبعا هذا مو سؤال اليوم، وإنما سؤال سئل عنه الإمام الصادق عليه السلام كما في رواية صحيحة في كتاب الكافي. يسأله أبو بصير يقول له سيدي إنهم يقولون، يعني هذا الكلام مو إنتاج بعض المعاصرين من المخالفين، لا، ذاك الوقت يعني سنة 140 هجرية 145 هجرية، إنهم يقولون إذا كان الأئمة حقا فلما لم يذكروا في القرآن الكريم؟ إذا قضية حقا لازم يذكرها القرآن الكريم، فلماذا لم تذكر؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن على نبيه وأوجب فيه الصلاة ولم يذكر صفة الصلاة، وأنزل وجوب الحج ولم يذكر عدد الطواف، وأنزل الزكاة ولم يذكر عدد أنصبتها. هل أنت تستطيع أن تقول ما دام لم تذكر صفة الصلاة أنا أصلي بالطريقة اللي تعجبني، أو في الحج أطوف طواف واحد؟ قال وليطوفوا بالبيت العتيق، خليني أطوف طواف واحد، هذا ليش إلا سبعة ولازم على جهة اليسار ولازم كذا ولازم كذا وعلى وضوء؟ من أين هذا في القرآن؟ ما موجود. الزكاة أيضا لا يوجد إلا آتوا الزكاة وأمثالها، أما تفاصيل أحكام الزكاة فلا توجد. وكذلك في الإمامة، الإمامة الله سبحانه وتعالى أنزل طاعة رسوله فيما يأمر، والنبي صلى الله عليه وآله قال في أحاديثه الكثيرة التي سوف نتعرض إليها بعد قليل. فإذا عدم كون أسماء الأئمة في القرآن الكريم لا يضر ذلك بشيء إلا إذا ضر بالصلاة، وإلا إذا ضر بالحج، وإلا إذا ضر بالزكاة. فإذا لازم تروح وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ من جملة أوامره أمر